ودلوقتي هيكون معانا لقاء جديد ومختلف، هتقدروا تعرفوا من خلاله حاجات كتير بتسمعوها لأول مرة عن خالد سليم في فقرة Q&A، وهي فقرة سؤال وجواب. ويمكن أغرب وألطف حاجة بصراحة أنا سمعتها في اللقاء ده هو إن خالد عجبك جدا صورته في البطاقة. كان فين من بدري حبيبي هواك اللي انت لقيت أحلامي معاك. أول مصروف كنا في الكويت كنت باخد مثلا دينار ونص في اليوم، which is كويس يعني. أول علقة أخدتها من بابا الله يرحمه، كان بابا كان شديد علينا جدا وربنا كويس أوي فالحمد لله. كل الأكل أنا بحب الأكل جدا. أنا في فترة دلوقتي مش قادر أمسك نفسي في الأكل، وأنا بحب الأكل جدا، فهو فترة الشتاء دي هتخليني شوية هاملة سنة. أتمرن على قد ما بقدر يعني، ممكن أتمرن 7 أيام في الأسبوع لو داخل على تصوير أو حاجة ومفيش وقت بعد كده أن أنا أتمرن. ما بتحداش حد، أنا بتحدى نفسي، بحاول أن أنا أعدي مراحل أنا ما كنتش بعملها قبل كده. أحب لقب أبو البنات لغاية دلوقتي، وطبعا أتمنى أن يجي لي ولد بإذن الله إن شاء الله، بس يعني لسه شوية. الاثنين بجيب الورد وبنروح نتعشى برد، بس مش كباب. الاثنين أنا لقاء حبيت الشغل معها جدا. مي عز الدين برضو حبيبة قلبي يعني، ولو اتعرض عليها حاجة معاها مش هقول لأ خالص. على فكرة حلوة جدا. أنا مستغرب إنها حلوة.